الفنان صابر الرباعي، اهلا وسهلا فيك بسوريا، منور سوريا. 12 سنة غياب عن سوريا، شو السبب؟ باب عديدة ما تمكنتش، ما كانوش فما حفلات متكررة، ما كانوش فما فنانين كذلك عرب بيجيوا. طبعا فما عديد الأسباب، يعني مش سبب مني، لكن ظروفي اللي خليت انه نبعد شوية. كنت مؤخرا بلجنة ذا فويس، بدنا نسأل مؤخرا يعني صار سنين، بس احنا سؤالنا هل بيتم اختيار اللجنة بطريقة تسويقية ولا عن جد هو في كيمياء كان بيناتكم كلجنة؟ أكيد في كيمياء، في صداقة، صدق، حب، زمالة، كلها عوامل تخلينا نشاركوا من غير أمور أخرى. يعني هل يعتبر الفنان سعد المجرد قدر يصدر الغنية المغربية مع أنه الفنان صابر الرباعي هو مين ابتدى بهي الحالة أكثر؟ لا، هو فرق، أنا هو فنان مغربي وأنا فنان تونسي. الأغنية المغاربية تستحق أن تكون موجودة في الوطن العربي، وطبعا سعد يقوم بشغل كثير حتى يعرف أغنيته المغربية، وهذا طبعا شيء يحسب لي مثل ما سبقوا في هذا أكيد فنانين آخرين. أكيد جديدة كلا اللي عم بتحضر له إن شاء الله قريبا بعد الموسم يكون في جديد إن شاء الله. أنا سعيد اليوم بوجودي معكم في حضرتكم، حضرة هذا الجمهور العزيز والقريب جدا إلى قلبي وقلب كل تونسي. واليوم جايين محملين بالحب والياسمين وعطر الياسمين والورد ليكم فردا فردا، على صبركم على الظروف وعلى إحساسكم بالحياة والحب والحرية اللي انتم لازم تعيشوا فيها. أتحمل لأني بحبك أتحمل.